السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء، طلاب الصف الثاني، أهلا وسهلا بكم من جديد. القراءة والكتابة تعتبر القراءة هي إحدى المهارات الأساسية في اللغة العربية، ولذلك سوف نتناول مهارة القراءة. انظر عزيزي التلميذ إلى هذا الشكل، الفتحة، الكسرة، والضمة. تسمى هذه الأشكال أو هذه العلامات بالحركات القصيرة. تأمل معي هذه الحركات مع حروف اللغة العربية: آ مع الفتحة، إي مع الكسرة، أو مع الضم. أحسنت بالفعل، كل حرف في اللغة العربية له 3 أصوات مع الحركات القصيرة. تأمل معي هذا الشكل: با بي بو، تا تي تو. هذه هي أصوات الحركات القصيرة مع حروف اللغة العربية. تأمل معي هذا الشكل عزيزي التلميذ: شا شا. أحسنت. ري ري. با با. انظر في النهاية: شاريبة. مثال آخر: قا قا. را را. آ. قارأ قارأ. أحسنت. مثال آخر: دو دو. ري ري. با با. دو ري با. أحسنت. شاريبا. قراءة. دوريبا.